السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الشباب، عساكم كل بخير وصحة وسلامة، حياكم الله في مقطع جديد من سلسلة جراند. قبل بداية المقطع ودي أوضح لكم الصورة. في البداية كنت ماخذ دباب ورايح للمركز عشان ألبس اللبس، وفجأة لقيت الجماعة يقولون في رهائن بالبنك المركزي ولازم نروح. يوم وصلنا هناك قالوا لي أنت اللي تفاوض معاهم. للأمانة ما انحفظ معي الفيديو اللي كنا رايحين فيه للبنك المركزي، وفجأة بتشوفوني اتفاوض مع العصابة اللي هناك. أتمنى هالمقطع يوصل 30 لايك واستمتعوا بالمشاهدة. ما أشوف الشارع زين و صدمت صدمة. جوال، خدمات المدنية، إسعاف، الحقني تكفى. نشوف الإسعاف كم بياخذ لما يوصل. تست المسعفين، لا وماخذ القناع اللي يضحك بعد. والله الإسعاف جاني طيارة يا ولد، هاي راسي. صقعني يا ولد، جاي تسعفني ولا تدعس فيني؟ يعطيك العافية يا مسعف، كفو وزارة الصحة. الله يسلمك، يعطيك العافية. ما خليت الجدار اللي صدمته. يا أخي معي دباب يا أخي، بس ليسري حق مواتر تعرف. لا والله خذ لك سيارة أحسن لك، والله ترى الدباب أي صدمة تموت. إي والله الظاهر بشغلكم بالدباب هذا، ما عليك باخذ موتر. لا لا عادي، لا لا يعطيك العافية، يلا مع السلامة. الله يحفظك. لو سمحت، ما وقفت على التيزر يا غالي، ما شاء الله كم. طيب وين الرهائن؟ ودي اشوف. ليكون الرهائن الاثنين. ايه السلام عليكم يا رهائن، كيف اموركم؟ الله مبسوطين. طيب يا وش متطلباتكم يا جماعه؟ نحن بدنا على كل رهينه 300,000. طيب اختصرها علي، 600,000. وطيب ثواني. ياب يلا بانتظارك. يا جماعة الخير، هلا. عندهم رهينتين وطالبين على كل واحد 300,000، وما اشوف الا اثنين داخل. تسمعني هادي؟ هلا هلا اسمعك. دخلت انا ما شفت غير اثنين، ويمكن ثلاثة كذا، واحد زابن، لكن طالبين 600,000. عارف 600,000، وكم رهينة معهم؟ عندهم رهينتين كل واحد 300,000. لو يدرون انا هنا راح كل واحد 100,000. 50 قال له، كل واحد 50,000. كيف؟ كل واحد 50,000 يعني 100,000. تفضل تفضل. طيب الغالي، طيب الغالي. اوكي الغالي اطلب. اسمع اوكي، بنعطيك على كل رهينة 50,000. طيب وهذه هذه مجموعها 100,000 يا طول العمر، ونحل الموضوع وديا وبدون اي مشاكل، وناخذ رهايننا ونعطيكم فلوسكم. فشل التفاوض اطلع، فشل التفاوض اطلع، ما نقبل. يا ليل هذا اللي بينجلد. طيب ابشر. سمعتهم يا جماعه؟ لا. طيب يقول لي فشل التفاوض. عليكم السلام. مسك الباب. فشل التفاوض يا شباب، يلا جاهزوا. مسكر راضي. خذ خذ كفر. جالسين يعدون، جالسين يعدون 5 ثواني، 4 ثواني. يلا يلا. واحد طاح. واحد في يوم بعد في يوم. الباب الخلفي يا جاد، شوفي عندك في ثاني طاح هنا. كفو ثاني طاح. كفو. طيب اذا كلير الباب الخلفي قوله. كلير كلير، دخلت. طيب يلا ادخل الباب الخلفي ونحن ندخل الباب امامي. في واحد من فوق، في واحد من فوق على اليسار. انتبه انتبه للباب الخلفي. اوكي نحن دخلنا باب امامي داخل. بيكون على يمينكم اجل واحد فوق. اوكي دبحت الثانية، دبحت الثانية. كفو. بعد فين؟ هاي جي جي.
تبعت الثالث. خلاص جي جي شباب. ثالث واحد انا. ما زال في واحد فوق؟ حدا يا انا. واحد وقف نص ساعة عم يطلع علي افتكرته هو شيء معي. حبيب الله. اجازة منك صح؟ يا عسكري. نعم. اكتب اجازة منك. انا صح؟ شباب بس انا عيش العساكر والمجرمين تركون. يا حبيب ممنوع وين العساكر ممنوع بدنا نعيش نحن ما عم يجي المسعف ما في مسعف في السيرفر انت ممنوع تجي اصلا انت ميت حبيبي هين عيشنا ممنوع انت ميت كفو يا ابو انا راح اتحلل حداي ايزي ايزي كم كانوا خمسة داخل هال داخل البنك اثنين فوق وثلاثة ثلاثة واحد شي ستة كانوا يلا السلام عليكم مسعف الحمد لله السلامة حبيبي في بعد داخل لو سمحت توني بطلبه يلا زين هدي يعطيك العافية شباب الله يعافيك طبعا مثل ما شفتوا يا شباب هذه كانت المداهمة اليوم خذوا اثنين من الرهائن مثل ما شفتوا وفشلت المفاوضة فاضطرينا ندخل ونجحنا بالاقتحام ان شاء الله نشوفكم في حلقات جاية لا تنسوا اللايك والاشتراك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.